الخير ليام. صباح الخير نادي. يسعد صباحك وصباح الخير لكل المشاهدية الإخبارية السورية. يوم جديد ونهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون مكلل بالخير والصحة والدفع لكل السوريين، وإن شاء الله يا رب دائما تكونوا بألف خير وتكون كل الأماني محققة. رحلتنا الصباحية ابتدت وأكيد رح نرافقكم باليوم لليوم أنا وليا. أكيد يسعد صباحك عن جديد وصباح الخير لكل المشاهدين، وأنا كمان بدي أتمنى هيك بهالمنخفضات يلي عم تمرق على البلد تمرق يا رب هيك خفيفة، وبالظروف يلي عم نعيشها إن شاء الله هيك نتعداها على خير وبدون أضرار يا رب. الله يبعث الخير لكل الناس، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى. فقرات عديدة رح تكون معنا، والبداية بعد العناوين. رح نتعرف ضمن مساحتنا الصباحية لليوم على أهمية التخطيط في حياتنا وما هو الهدف الذكي. وبفقرتنا التالية رح نحكي عن الحياة الزوجية، الحب بين المفهوم والحياة المعاشة. أعراض وأمراض صمامات القلب وطرق تدبيرها. هي كانت أبرز عناويننا يلي تعرفنا عليها، وقبل ما ننتقل إلى أولى فقراتنا خلينا نروح ونتعرف شو صار بمثل هاليوم. اليوم 29 كانون الثاني، كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، من أبرزها عام 2008 نيزك تيو 24 يمر على مسافة قريبة جدا من الأرض كما كان متوقعا من دون أن يشكل أي خطر لاحتمال اصطدامه بها. في عام 2011 منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأسيوية 15. وفي عام 2018 اكتشاف حفريات الديناصور منصوراسوروس في الصحراء الغربية في مصر، والذي يعد أحد أبرز الاكتشافات في مجال الأحفوريات. ومن الشخصيات التي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1860 أنطون تشيخوف روائي روسي، وفي عام 1866 رومان رولان كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915. ومن الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1934 فريتز هابر عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1918. ومننتقل هلأ لمعلومات جديدة ويمكن تسمعوها لأول مرة بهل تعلم؟ تعلم أن المشروبات الغازية تزيد من حجم خصر المرأة كما أنها تؤدي إلى زيادة وزنه، ولصحة القلب من الشحوم والكوليسترول يلجأ الكثيرين إلى الزيوت النباتية، لكن هل تعلم أن استخدام الزيوت النباتية في الطبخ هو أمر غير صحي نظراً لتفككها كيميائياً إلى مواد خطيرة قد تسبب أمراض القلب، السكري من النوع الثاني أو حتى السرطان؟ وهل تعلم بأن الثلج يساعد بشكل كبير على شد الجلد المترهل ويمنح البشرة نضارة وحيوية؟ وبحسب دراسات طبية، هل تعلم أن الإكثار من تناول المسكنات البنادول والبروفين قد يؤدي إلى خفض مستوى السمع تدريجياً وخصوصاً عند النساء؟ وهل تعلم بأن بلع العلكة وخاصة عند الأطفال قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء ولزوم التدخل الجراحي في بعض الحالات؟ و
ومن بعد ما تعرفنا على بعض المعلومات وقبل ما ننتقل إلى فقرتنا الطبية خلينا نروح ونتعرف على بعض المعلومات الصحية. تشير بعض الدراسات إلى أن الإنسان يحتاج إلى تغيير بعض العادات اليومية في فصل الشتاء لجعله أكثر حيوية، وتعتبر ممارسة الرياضة بكثرة وانتظام والتوقف عن التدخين إضافة إلى تناول أغذية صحية ومتوازنة كلها طرق تساعد على حماية الجسم من الأمراض التي يمكن أن يسببها تغير الطقس. كما أن التركيز على تناول أغذية متوازنة وصحية يقي الجسم من أغلب الإصابات والأمراض ويحمي من الإصابة بالفيروسات، كما أنه يقلل من التعرض للتعب وينقص من نسبة الكوليسترول وينشط الدورة الدموية. لذلك ينصح الخبراء بأهمية الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء منذ الخريف، وذلك بتناول بعض المواد الغذائية كزيت الكبد والسمك يومياً والفطر والعسل وبعض الفواكه كالكرز والتمر. يعد المشي لمدة نصف ساعة يومياً أو أكثر من أفضل الطرق البسيطة والسهلة للحفاظ على صحة وسلامة الجسم، وذلك لأنه يمنح العديد من الفوائد منها الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز قوة ونشاط الدورة الدموية ووظيفة الجهاز المناعي وتقوية العظام والعضلات والمفاصل أيضاً، تقليل دهون الجسم وحرق السعرات الحرارية، وبالتالي المساهمة في إنقاص الوزن وخاصة خلال ممارسة المشي السريع وتحسين المزاج وتخفيف التوتر. وعليه وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم. كثير من الأشخاص بيعانوا من مشاكل القلب وبتتعدد الأمراض القلبية، ولكن بمساحتنا لليوم رح نتعرف على أمراض صمامات القلب وكيفية تدبيرها، شو الأعراض والعلاجات. أكيد رح نعرف كل التفاصيل لليوم، وبيسعدنا نرحب بالدكتور حسن إبراهيم اختصاصي بالأمراض الداخلية والأمراض القلبية. يسعد صباح دكتور واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا ولكل مشاهدينكم. يسعد صباحك دكتور. يعني بالبدايه امراض القلب عديده، ولكن اليوم نحن اخترنا موضوع هي صمامات القلب. خلينا نحكي بشكل مفصل وعلميا شو هي صمامات القلب. الصمامات او الدسامات القلبيه هي اجزاء من العضله القلبيه تسمح للدم بالمرور ولا تسمح له بالعودة. في عنا نوعين من الصمامات، الصمامات الأذينية البطينية يلي هي بين الأذين اليسرى والأذين اليمنى وبين البطين الأيسر والبطين الأيمن، والصمامات البطينية الشريانية يلي هي تسمح للعضلة القلبية أن تضخ الدم عبر هالصمامات إلى الشرايين ولا تسمح له بالعودة. إذن هي أجزاء من العضلة القلبية تكون على شكل وريقات مدعومة بعضلات أحيانا. هذه الصمامات تسمح للدم بالمرور ولا تسمح له بالعودة. تمام. دكتور حكينا عن نوعين من أنواع الصمامات، خلينا نحكي عن الأعراض، وهل يا ترى بتختلف حسب نوع الصمام؟ بالتأكيد الصمامات هي تصاب بنوعين من المرض، إما تصاب بالتضيق نتيجة تليف الصمام أو انسداده، أو تصاب بالقصور يعني الصمام ما حد يقدر يمسك منيح، وبالتالي الدم لما يمر ممكن قسم منه يرجع للمحل اللي طلع منه. فعلى سبيل المثال الصمامات الأذينية البسطينية يلي هن الصمام التاجي والصمام مثلث الشرف قد تصاب بالتليف نتيجة مرض تعرضت له، فتسمح لا تسمح للدم بمرور بشكل كافي، وبالتالي هالشيء رح يؤدي لتوسع الأذين اليسرى واليمنى. الآن إذا ما عاد سكرت الصمامات بشكل جيد فرح تسمح للدم بالتهريب، بيصير الصمام بيهرب، بيصير قسم من الدم
يمرق، بس لما يرجع يسكر الصمام ليمنعه من الرجعة لورا ما عاد يقدر يسكر بشكل جيد، وبالتالي يصير في عنا قصور بالصمام وعودة الدم عبر الصمام إلى الخلف. هالشيء رح يأثر طبعا على العضلة القلبية ككل، رح يساوي لنا إذا كان تضيق توسع في الأذينتين، وإذا كان قصور رح يساوي لنا توسع في الأذينتين والبطينين. أما الصمامات البطينية الشريانية فهي أصيبت بالتضيق، هي مشكلة كبيرة، ما رح يكون في نتاج كافي للعضلة القلبية، وإذا أصيبت بالقصور أو التهريب رح يصير في عنا توسع سواء في البطين الأيمن أو الأيسر. إذا أهم مرضين بيصيبه الصمامات هن التضيق والقصور. تضيق ما عم تسمح للدم يمر بشكل جيد ومريح، والقصور في تهريب بالصمام عم يخلي الدم يرجع لورا. طبعا حسب كل إصابة صمام هناك أعراض موافقة يشكو منها الشخص. تمام دكتور، هون قبل ما يعني بدنا ندخل نحن بعمق الأعراض، ولكن في كتير من أمراض القلب هي بتجي صامتة شوي شوي، بعدين يمكن بيوقع الإنسان فرد واقعة بيكتشف أنه كان عنده مشكلة بالقلب. هون خلينا نحكي بالبداية شو هو الشعور يلي بيحسه المريض، بعدين خلينا ننتقل إلى الأعراض الرئيسية يلي هي بتقول انه في مشكلة بالصمامات. معظم الحالات المرضية تكون خلسية، يعني تكون لا عرضية، فالتضيق يصيب الصمام بشكل خفيف ويتطور بالتدريج شوي شوي، وبالتالي بالمرحلة الأولى المريض ما رح يحس من أعراض أو يشكي من أعراض أبدا، لكن مع تقدم المرض نتيجة ظروف معينة يتعرض لها الجسم فبيصير انكسار معاوضة بالعضلة القلبية، تظهر أحياناً الأعراض بشكل فجأة. الآن هو كون التضيق خفيف أو القصور خفيف، فرح العضلة القلبية في البداية تتأقلم مع التضيق أو القصور، ويحدث فيها يعني تبدلات في البنية التشريحية تتواءم مع المشكلة اللي أصابت الصمام. فإذا كان في تهريب البطين يعني بلش يتوسع شوي شوي، وممكن يتضخم أحيانا شوي شوي إذا كان في تضيق بالصمام. هلأ هيك لمرحلة متقدمة، في المرحلة المتقدمة سيشكو المريض عندها من أعراض، وكل صمام حسب الإصابة تبعه. نحن في عنا 4 صمامات، الصمام التاجي والأبهري اللي هن أكبر صمامين، وهن اللي معظم الصمام يعني عادة هن اللي يصابوا أكثر من غيرهم. على سبيل المثال الصمام الأبهري اللي يصاب بالتضيق بشكل تدريجي والتكلس مع تقدم العمر، والصمام التاجي يلي يصاب على سبيل المثال بالحمى الرثوية، واللي هي إصابة عادة تبدأ من الصغر بعمر 15 سنة وتظهر الأعراض بالعشرين 25 سنة. هلأ حسب كل إصابة صمام تظهر الأعراض، والأعراض في إلها رينج واسع، لكن معظم الأعراض يلي نحن رح نشوفها سواء في التضيق أو القصور هي التعب واللهثة، الزل الجهدية، عدم تحمل الجهد، أحياناً الخفقان وتسرع القلب كما يحدث في الصمام التضيق التاجي نتيجة الرجفان الأذيني بسبب توسع الأذين اليسرى على سبيل المثال. فهي معظم الأعراض تتماشى مع كل إصابة صمام على حدة، لكن معظم الأعراض هي التعب وعدم تحمل الجهد والخفقان، وأحيانا قد يصاب الإنسان بنوب من الغشي، وأحيانا قد يصاب الإنسان في مراحل متقدمة بزلة اضطجاعية، المريض عم يلهت وهو متسطع على ظهره على سبيل المثال. وهناك أعراض كثيرة جدا، كل صمام حسب إصابته. دكتور، من الأعراض اللي عم تذكرها حضرتك بتتشابه كثير مع أمراض القلب الأخرى من حيث اللهثة والشعور بالتعب، خلينا نحكي درجة خطورة هذا المرض صمامات القلب بالنسبة لأمراض القلب الثانية. لا شك أنه في التضيق التاجي والأبهر الشديد يلي هن أهم صمامين يصابوا، الخطورة تكمن في أنه تؤدي إلى ضعف في العضلة القلبية، وقد تحدث أحياناً الوفاة بشكل مفاجئ نتيجة إصابة الصمامات بتضيق شديد خاصة الصمام الأبهري. إذن يعني الخطورة تزداد كلما زادت شدة التضيق أو القصور حسب الصمام المصاب. معظم المرضى يعني يعانوا من التعب واللهثة وعدم تحمل الجهد نهائيا، لكن احيانا نتيجة اضطرابات النظم السريعة قد تؤدي هذه الاضطرابات النظم احيانا بحياة المريض. على كل، نحن كل ما تقدمت إصابة المرض وكل ما أصيب الصمام بالتضيق
الشديد أو بالقصور الشديد تكون الأعراض متوائمة مع شدة التضيق وشدة القصور. نعم دكتور، خلينا نحكي يعني من هن الأشخاص اللي بينصابوا بانسداد بصمامات القلب؟ هل في مرض معين يؤدي إلى الانسداد بالصمامات؟ بأي عمر هن الأكثر يعني عرضة للانسداد بالصمامات؟ هلا اسباب تضيق في امراض يعني في مثلا اسباب هذا تضيق الصمامات وقصورها هي اسباب متعدده جدا واسباب كثيره جدا. خلينا نحكي على الحالات اللي اشيع يلي ممكن نشوفها اكثر. على سبيل المثال الصمام التاجي قد يصاب بالتضيق والتليف والقصور، خاصة في إصابة الإنسان بالمرض الحمى الرثوية. والحمى الرثوية هي عادة مرض تنتج بسبب التهاب اللوزات. نتيجة تأثير التهاب اللوزات بيصير في عنا ارتكاس مناعي بالجسم، ينتقي الصمام التاجي في معظم الحالات، فيحدث تضيق بالتدريج شوي 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 بهالصمام. وهالمرض نشوفه عادة في الأعمار الصغيرة، يعني في أعمار 15 إلى 20 سنة، في حين أنه التضيق الأبهري هو مرض الكبار بالعمر يلي يصاب يلي يكون عندهم سكري أو في عندهم أمراض معينة تنكسية، فبيصير في عندهم تكلس في الصمام الأبهري مع الزمن بالتدريج شوي شوي، وهون هذا بيصيب الأعمار الكبيرة وخاصة الذكور وبعد 60-70 سنة من العمر. هلأ لما يكون الصمام فيه تضيق شديد أو قصور شديد، نحن في عنا معايير معينة في المرحلة الأولى من التضيق أو القصور يمكن معالجة المريض بالأدوية بحيث نسيطر على الأعراض ونسيطر على اضطرابات النظم ونحاول نخفف من الزلة الجهدية لدى المريض. لكن في المراحل المتقدمة جدا ما عاد يفيد العلاج الدوائي، صار هون لازم نلجأ للجراحة ونبدل الصمام بصمام آخر. دكتور، أما نروح مرحلة العلاج، خلينا نحكي عن التشخيص. اليوم هذا المرض كيف ممكن يتشخص؟ بيكون بتحاليل بصور ولا ممكن بالتشخيص السريري يبين مع حضرتك؟ الوسيلة الأهم في تشخيص أمراض الصمامات هي الإيكو دوبلر ملون للعضلة القلبية. لا شك أنه تخطيط القلب قد يساعد، أحياناً استقصاءات معينة قد تساعد، لكن أهم عرض نحن عادة أثناء الفحص بنلاقيه في قصور أو تضيق الصمامات هي النفخة يلي نسمحها بإصغاء العضلة القلبية. حتى أحياناً هي النفخة قد تكون مجسوسة باليد. إذن أهم شيء هو النفخة إضافة للأعراض يلي حكيناها سابقاً. يتم تأكيد التشخيص دائما بتصوير القلب بالأمواج فوق الصوت وإيكو القلب مع الدوبلر ملون للقلب. نعم دكتور، يعني نحن حكينا أنه هي الأعراض شوية بتجي مشابهة لأمراض القلب، ممكن يقول المريض لا أنا بجوز عندي مشكلة بالغدة، عندي مشكلة بشيء لهيك عم يصير في عندي تسرع بالقلب أو عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح. ولكن خلينا نحكي إذا كان في عامل وراثي، إذا من جهة الأم ولا من جهة الأب، هل ممكن ينصاب الأبناء بانسداد أو بتليف بالصمامات؟ معظم الإصابات الصمامية عند الناس إصابتها معظمها هي أمراض مكتسبة بعد الولادة، وليست وراثية. نادراً ما تكون وراثية. هلأ في عنا أمراض معينة يعني قد تنتقل بالوراثة، يأتي الطفل مصاب بالتضيق مسبقاً، خاصة بعض الأمراض القلب الولادية المزرقة على سبيل المثال، أو مثلاً في ناس ممكن يكون عندهم تضيق أبهري من الولادة أو تضيق أو رتق حتى انسداد كامل في الصمام الرئوي أحياناً من الولادة، لكن هن الحالات قليلة كتير. لكن معظم الأمراض التي تصيب الصمامات هي تأتي بعد ولادة الإنسان ومع العمر، وتحدث بسبب بأسباب معينة اللي نحن حكيناها. إذن هي معظم الإصابات يعني هي أمراض مكتسبة ولا علاقة لها بالوراثة. هلأ أنا بدي أحكي شغلة صغيرة، أحياناً يصاب الإنسان بقصور حاد في الصمام. هي تكون القصور الحاد الأعراض تظهر فجأة، ما في عنده المريض ما عاد يعني تأقلم للعضلة القلبية مع القصور، وهالشيء قد يحدث في انقطاع العضلة القلبية إذا صار
انقطاع العضلة الحليمية إذا صار عند الإنسان احتشاء في عضلة القلب، أو نتيجة الردود التي يتعرض لها القلب أثناء يعني حوادث جارحة أو باضعة. فهون قد يصاب الصمام بقصور حاد، وهون تظهر الأعراض بشكل صارخ وحاد، وهون يجب تدبير المريض بشكل سريع قبل أن تودي بحياته. دكتور، خلينا نروح لموضوع العلاج بشكل مفصل. أيمت بيكون في علاج دوائي، أيمت بنروح على العلاج الجراحي، وإذا كان في علاج دوائي يا ترى ممكن يكون مدى الحياة؟ في بعض أمراض القلب يقولوا أنهم أدويتها بتكون مدى الحياة، فشو الوضع بموضوع مرض صمام القلب؟ الآن يعني معظم إصابات الصمامات يعني هي إذا كانت في قصور شديد أو تضيق شديد، دائما يجب تقييم المريض بشكل دقيق. المريض اللي مصاب بتضيق على سبيل المثال في الصمام أو قصور خفيف أو متوسط الشدة، هدول المرضى معظمهم بيستفيدوا على العلاج الدوائي، ونحن نحاول لا نلجأ للجراحة إلا في ظروف معينة يتم خلالها تقييم الصمام بشكل جيد. إذا وصلت شدة التضيق مثلا لمرحلة معينة، أو كان القصور يعني في مرحلة متقدمة وأثر على العضلة القلبية وأدى يعني إلى مرض اعتلال في العضلة القلبية، عندها نلجأ للجراحة. وهناك معايير معينة يراها الطبيب لتنجح العملية الجراحية، هناك معايير معينة لحتى نسمح للمريض يروح يبدل الصمام. إذا نحن مو رأسا نبدل الصمام أبدا، نحن بنلجأ أول شيء لضبط الأعراض، على سبيل المثال ضبط سرعة القلب كما في الرجفان الأذيني، ضبط أعراض قصور القلب إذا كان في مرحلة متقدمة وفي قصور قلب. إذا العلاج الدوائي هو أساسي في المراحل الباكرة من إصابة الصمام، وكلما تقدمت إصابة الصمام عندها نبدأ بإرسال المريض للجراحة. إذا أنا عندي صمام طبيعي أحاول أخلي هالصمام أستهلكه إلى أبعد حد ممكن بحيث ما أثر على العضلة القلبية، وألجأ للجراحة في الوقت المناسب بحيث أحافظ على العضلة القلبية جيدة وأحاول أتخلص من الأعراض. شو هي هالمعايير؟ هي يعني شدة تضيق الصمام أو شدة القصور التي تصيب الصمام. لا نلجأ لتبديل الصمامات إلا في حالات التضيق والقصور الشديد، أو إذا كان في تضيق أو قصور متوسط الشدة ونحن بدنا نساوي عمل جراحي قلبي على سبيل المثال آخر، مثلا مريض في عنده تضيق بالشرايين ولقينا نحن أنه في عنده مشكلة بواحد من الصمامات، فنلجأ عادة للجراحة. والجراحة قد تكون إما بتبديل الصمام بشكل تام، أو قد تكون بإصلاح الصمام إذا هالشيء كان قابل للإصلاح. نعم دكتور، خلينا لكن نحكي عن حياة المريض ما قبل التبديل ومن بعد العملية، يعني أكيد رح تختلف نمط حياته، رح يعني في ممارسات هو لازم يبتعد عنها. خلينا نحكي عن أبرز التعاليم يلي بناخدها ما بعد العملية للاستمرار، وهو أكيد العملية نتيجة 100%، ولا إذا صار في نقص شوية ولا مبالاة من قبل المريض ممكن يرجع ينسد الصمام؟ الآن كل المرضى في مرحلة ما قبل تبديل الصمام بيلتزم. كلهم بيشكوا من تعب وزلة جهدية وعدم تحمل الأعراض وخفقان وعدم تحمل الجهد بشكل نهائي. فالحل هون هو إنهاء هالأعراض هي كلياتها بيكون بتبديل الصمام. وتبديل الصمام إما أن يتم بتبديل الصمام بصمام آخر صنعي أو بصمام حيوي، كل مريض يختار له الصمام المناسب. عموما عندما يتم تبديل الصمام تتحسن كل الأعراض عند المريض، يعني إذا في عائق أمام الدم لما يصير يروح العائق المريض يصير مرتاح، تنتهي اللهفة والزلة والتعب، ويعني تنتهي اضطرابات النظم الحاصلة ويصير المريض في أمان. الآن بعد تبديل الصمام لحتى أنا أحافظ على هالصمام وعمله بشكل جيد يجب الالتزام بالعلاج الدوائي من ناحية، ويجب تمييع الدم حسب نوع الصمام. ومعظم والصمامات الصناعية دائما يكون تمييع الدم فيها بالوارفارين، ويجب مراقبة ميوعة الدم بشكل جيد ومضبوط حتى لا يحدث نزف أثناء العلاج، أو أنه ما في تمييع وبهالحالة راح يكون الصمام معرض لأنه يصير عليه خثار، وإذا صار عليه خثار وهالخثار هذا ممكن يطلع للدماغ أو يروح لأي منطقة من القلب فيؤدي إلى احتشاء عضلة قلبية أو فالج. فدائما
العلاج والاهتمام بالمريض بعد تبديل الصمام هو أساسي وضروري، ومراقبة تناوله للمميعات بشكل دائم مدى الحياة. والصمام خلص يعني انتهى ورح يظل مع المريض كل عمره، وكل المرضى تتحسن أعراضهم بعد انتهاء بعد تبديل الصمام إذا كان بدلناه. دكتور، في أخطاء شائعة حضرتك لاحظتها من الأشخاص اللي بيجوا لعند حضرتك، أو بشكل عام بالتشخيص أو بالعلاج، أو أخطاء ممكن عم يرتكبوها مرضى ذاتهم بموضوع صمامات القلب؟ هلأ أنا بدي أكد أنه شغلة مهمة جدا، تشخيص مرض الصمام بسيط جدا، يعني شغلتين أساسيات: بالفحص ممكن نشوف إصغاء نفخة موجودة، وبالإيكو دوبلر ملون يتأكد التشخيص. طبعا في أعراض أخرى متعددة، على سبيل المثال كما في قصور مثلث الشرف بجوز يصير وذمات بالطرفين السفليين، أو كبر بحجم البطن، أو أعراض أخرى كثيرة. لكن بعد تبديل الصمام أهم خطأ يرتكبه المريض هو عدم تناوله للعلاج الدوائي. وهي الأخطاء اللي نحن بنشوفها، المريض الذي لا يلتزم بتناول الدواء ولا يلتزم بتناول المميعات قد يأتينا أحيانا بفالج، فهي الحياة يعني الموضوع كارثي بالنسبة للمريض. نعم. وهذا أكبر خطأ يرتكبه المريض. يجب إفهام المريض وإقناعه بعدم ترك الدواء نهائيا. في مرضى ما عندهم خلق، ما بيحبوا ياخذوا أدوية العمر كله، فبيقول لك خلص أنا رجعت طبيعي ورجعت حتى الكوليسترول انتهى كمان. كل شيء انتهى كل شيء، فأنا فيني يعني أترك الدواء. فلما يترك الدواء إذا صار خثار على الصمام وانطلقت صمة للدماغ راح المريض. نعم. يعني انعطب كل عمره. ولذلك هي أهم خطأ نحن نشوفه عند المرضى، هو عدم التزامهم بتناول الدواء بعد تبديل الصمام. نعم. دكتور، كمان قديش لازم ينتبه على صحته؟ الكوليسترول كمان ما لازم يعلى، الانتباه إلى الضغط لا يطلع وينزل. كمان خلينا نحكي، يمكن كتير في عوامل ومؤشرات نحن ما بننتبه لها بحياتنا، وخاصة يمكن الكوليسترول هو يمكن أهم المشاكل يلي هلأ عم نشوفه كتير منتشر، مشاكل القلبية بقصد. هدول عوامل الخطورة اللي انت عم تحكي عنهم، اللي هن السكري وارتفاع الكوليسترول والتدخين، هي بالأساس تؤثر على العضلة القلبية بشكل كامل وليس على الصمامات فقط، وخاصة على الشرايين التي تروي العضلة القلبية. وهي العوامل الخطورة يجب ضبطها بشكل كامل عند كل المرضى. فإذا مريض عنده سكري لازم نضبط سكر الدم، ونحن بنشوف عادة تكلس الصمام الأبهري وتضيقه عند المرضى السكريين يمكن يكون أكثر من غيرهم. التدخين هو عامل خطر كمان مستقل يجب تجنبه بشكل كامل. ارتفاع الشحوم الثلاثية وارتفاع الكوليسترول هن عامل خطر كمان مستقل، سواء للصمامات العضلة القلبية وسواء لشرايين العضلة القلبية. فهدول كل عوامل الخطورة، من ترك التدخين وضبط السكر وارتفاع سكر الدم وشحوم والكوليسترول الدم، هدول كلهم يجب ضبطهم بشكل جيد. نعم. دكتور، بالختام أهم نصيحة كانت لحضرتك هي متابعة العلاج الدوائي، يمكن هي بتنطبق على كل أمراض القلب. بنشكرك كثير الدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية والأمراض القلبية، لوجودك معنا لليوم. شكرا كثير لكم، وأنا بحب أكد لكل المرضى أنه دائما يلتزموا العلاج الدوائي، وبحب أقول لهم يعني أي شكوى يشكوها لازم يراجعوا الطبيب، لأنه أحيانا ما بنلاقي غير إجانا المريض بآخر مرحلة من سوء وظيفة الصمام في آخر مرحلة. ولذلك هدول شغلتين مهمين: عدم ترك العلاج الدوائي ومراجعة الطبيب لتقييم وضعهم عند أي شكوى. نعم. شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها دكتور، وأكيد نتمنى السلامة لكل الناس. أما هلأ مشاهدينا، فصار الوقت لننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلتنا بشرة زيني. صباح الخير. صباح الخير ليا، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل.
السلام عليكم. منعت وحدات من الجيش العربي السوري عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي من الدخول إلى مركز مدينة الحسكة. وذكر مراسل الإخبارية في الحسكة أن عربتين عسكريتين تابعتين لقوات الاحتلال الأمريكي حاولتا الدخول إلى مركز مدينة الحسكة، فقام عناصر حاجز الجيش في المكان بمنعهما وأجبرهما على التراجع ومغادرة المنطقة. وصلت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق السكان المدنيين في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا قسد داهمت منازل المواطنين في قرية الشركة على الطريق الدولي إنفور شمال الرقة، واختطفت 3 مواطنين من عائلة واحدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين ألا أن الحصار والإرهاب والعدوان والاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي المتواصل لأجزاء من الأراضي السورية تسببت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأشار السفير ألا في بيان اليوم خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المخصصة لاعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة لسوريا أنه استنادا إلى هذا الفهم قدمت سوريا تقريرها الوطني الثالث، وساهم وفدها في مناقشة التقرير وفي الرد على الأسئلة والتوصيات التي طرحتها الوفود بشكل بناء وموضوعي. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وكالة وفا الفلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق. ختام الموجز، عودة إلى استديو صباح نغير. شكرا كثير لك بشرى، وهلا اكيد متابعينا بصباحنا ووصلنا لفقرتنا الثانيه نيرمين. صحيح ليا، وصلنا لفقره والمساحه النفسيه والتوعويه. رح نحكي عن العلاقات الزوجيه، بيختلف هذا المفهوم من شخص الى اخر. بعض الاشخاص بيقولوا نحن ارتبطنا عن حب، او بالعلاقه الزوجيه اهم شيء يكون التفاهم والاحترام والتوافق العقلي، واكيد تجارب الزواج هي بتختلف من شخص لآخر. رح نحكي أكثر عن تفاصيل العلاقات الزوجية الصحيحة أو المتينة مع الاستشارية الأسرية هبة عرنوس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير هبة. يعني ضغوطات كثيرة بالحياة، ظروف اقتصادية صعبة، شتاء قاسي، أولاد عم يعزبوا، عطل طويلة، هون عم تودي بالحياة الزوجية إلى الانهيار. خلينا نحكي بالبداية كيف نحن فينا نكون ريلاكس، بعدين ننتقل كيف نبني حياة زوجية صحيحة. كيف فينا نحن نكون ببيتنا متوازنين، يعني نقول ماشي الحال، الظروف نقدر شوي هيك، يعني هي كتير صعبة على الكل ولكن مشان الأولاد يعني هيك. أكيد تماما. هلأ بداية أنا إذا بدي حدد شو هو الهدف الأساسي من زواج أو إنجاب الأطفال أو هي الحياة القائمة، هل هي الهدف منا الفستان الأبيض؟ هل هو الهدف منا جيب أولاد؟ إذا حددت من البداية أنا شو هدفي من الزواج، هذا الشيء اللي بيخليني أعرف أنه أنا ضمن هدفي اللي عم بسعى له أنا بعرف كون كيف ريلاكس وكيف كون أنا متوازنة حتى انفعاليا. أما إذا كان الهدف بس أني أنا أتصور وشوف الخاتم بإيدي ولا أنه حط حالي، هي أي شيء عم عيشه ضمن الحياة الزوجية إذا كان هو حالة مؤقتة، لمجرد ما تحقق هذا المؤقت الهدف المؤقت فهو بالتالي نحن حنكون من بعده إنه يا الله خلص مليت، يا الله إنه بعدين يعني شو ما بده يصير شيء تاني، ما في أكشن بحياتنا. ولو حتى متزوجة إني أنا بس بدي يصير أم، أوف هيك طلعت الأمومة ما عاد بدي، ما عاد عجبتني القصة رجعوني، أو اللي تزوج بس حتى على أساس بيقول لك بدي استقر وبيقوم بحلاله روحة رفقاته ولعب الشدة وبحلاله القصص تبع الطلعة والفوتة، فبتلاقيه هو بعد ما تزوج
انه بده يعيش حياه العزابيه، صار بده يعيش حياه انه خلص امن على اساس انه هو حينجب ويبلش يعيش حياه العزوبيه. اذا مو محددين من الاساس ليه بدي اتزوج، شو الهدف الاساسي من الزواج، فنصيحه لا ترتبطوا ولا تبدوا بهي المؤسسه من اساسها قبل ما تعرف شو هي حقوقك وواجباتك. عرف ليه بدي اتزوج وليه بدي ارتبط، من زن الاهل، لانه اهلي بدهم يفرحوا فيني، لانه انا لازم كل رفقاتي يتزوجوا ولازم انا بقى اتزوج واحضر ويصير لي انا حفله. اذا كان هذا هو الهدف فلمجرد ما تحقق من بعدها حتبدا الشخص نفسه يشعر هون الكوارث تماما. ما عاد في يوم ريلاكس، ولا عاد في يوم فيه راحه، ولا عاد في يوم فيه استرخاء، لانه ببساطه هو انسحب منه اي شعور بالاستقلاليه واي شعور بانه انا في شيء عم بسعاله، ما في شيء تحفيز لاسعى له. يا الله شو الحياه الزوجيه ممله، هلا هيك انا اللي كنت عم بركض مشانه، هلا كل المتزوجين هيك، بس مو هيك كنت عم شوف بالدراما، مو هيك اللي كنت عم شوفه. وين الحب؟ راح الحب تماما. وين الحب؟ وين على اساس نهدي بعضنا اغاني ونعيش حياه رومانسيه؟ واذا بتكتشف بعد الزواج انه يعني اكبر كم للموضوع الرومانسيه انه يكون بيتها مرتب، جلياته خالصين، مأمنين الخبزات والغاز وخالص أدول. وبتجلب مي مسقعة مشان ما تروح المي السخنة على أولادها. يعني هبة بنقول يعني إذا دخل الزواج من الباب هرب الحب من الشباك؟ يعني أكيد لا، أكيد لكن. لا، ولكن بدي حدد تماما أنه أنا متزوجة لحتى يصير في عندنا موضوع استقرار، أنا متزوجة لحتى ابني أسرة ناجحة. شايفة هذا الهدف؟ إذا بس مجرد ما حطيتي ببالك أنه أنا متزوجة لحتى ابني حياة سعيدة، لحتى أكون أنا سعيدة، ولست أنا عايشة ببيتي لحتى أنا في كتير نساء عايشين بحياتهم الزوجية، أنا ما بدي أترك مشان أولادي. أرجوك تركي أأمن لأولادك من هي الحياة وهي النفسية. أنا مع هي النظرية تماما. تربي فيها أولادك وتحمليهم أمراض نفسية، وتحمليهم عقد، وتحمليهم يعني نظرة سلبية للزواج من خلال تجربة فاشلة. ما بتحكم على كل شيء 100% أنه هيك الحياة الزوجية، ولكن أني أنا أعيش كرمال أولادي، كرمال أولادي أنا مضطرة أتحمل وعيش ضمن هذا الضغط اللي أنا منه عم بعطيهم. على فكرة يعني الحياة اللي عم تنعطى لإلهم حياة سم، أنا ما عم شجع على الانفصال، ولكن من البداية هي أحسن الاختيار، ومن البداية أعرف ليه بدي أتزوج. تماما. مو موضوع فقط قائم على موضوع الحب ولا موضوع العقل فقط مجرد. احيانا بوصله القلب اقوى من بوصله العقل. يعني القلب ممكن يرشدك لشيء معين يحسسك انه ايه روحي او لا تروحي، اعملي او لا تعملي، فوتي بهي الخطوه او لا تفوتي. فانا كثير مهم اسمع للصوتين مع بعض. وما بيعني الحب هو الاغاني، ولا يعني الحب هو الكلام الرومانسي. وجعلنا بينكم موده ورحمه، على فكره بالقران موجود كلمه حب. الموده والرحمه هي الالفه، لهيك بنشوف زوجين ما بيكون انماطهم ولا طباعهم متطابقه، انه انت يا الله شو جابرك تعيش معها كل هالعمر طالما مو عاجبتك باكلها ولا عاجبتك بفائدة ولا بنومتها ولا بلبسها ولا بطلعتها ولا فوتتها ولا بحكيها ولا بعدتها، بس بيقول لك بس انا بحبها. متآلف مع التناقض والضد اللي معه، هي الالفه اللي احنا عم نسعى لها تكون موجوده بالحياه الزوجيه. هبه بلشت حديثي انا من شوي عم نحكي على الحياه الصعبه، بيقولوا لك نحن كثير متفاهمين بس في ظروف شاءت انه نحن تنهار هي الحياه الزوجيه، اللي هي عوامل كثيره، منها البيئه الماديه، منها بيت اللحمه، منها يمكن اصدقاء، يمكن جيران، فكثير في عوامل هي بتيجي بتنغص هي الحياة وبتبلش المشاكل تكبر وتكبر. اليوم نحن بالظرف، خلينا نركز على الوضع المعيشي الصعب، نحن عايشين حياة مثالية، حياة كتير مهمة، ولكن صار في وضع بالبلد والوضع على كل الناس. تماماً. نحن كيف فينا ما نضل عم نتفشش ببعض؟ كيف فينا ما نضل عم ننتر ببعض؟ كيف فينا انه نحن نكون شوي ريلاكس؟ تماماً. الوعي مهم جدا ضمن الحياة الزوجية. شو بقصد بكلمة الوعي؟ مو ابقى حاطة كتب وعم بسمع طول الوقت محاضرات. الوعي لما بدي اجي اعرف انا، ما بيكفي انه مجرد ما نام ابني اجي انا طبطب عليه وقل له يا عمري انا اليوم كتير ضربتك وانا كتير اليوم قسيت عليك وحقك علي، هذا ما بفيد. لانه انا بدي اعرف انه انت لما عم تأذي طفلك او عم تتفششي بزوجك فهو مو على الغلط اللي سواه، انما على كمية انت الكبت اللي موجود عندك. كمية الكبت طلعت على هذا الشخص اللي انت معتبرتي اما هو بعوز لإلك او اما انت الاقوى منه. هذا الشيء هو بخلخل كتير 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 لحياة الزوجية. بدي اياكي تعرفي لحظة،
قبل ما انت ترفعي صوتك على زوجك وقبل ما انت تتفششي بابنك، هل مشكلتك حتنحل؟ هل موضوع حتقولي لي بس انا بحس حالي ارتحت هيك انفش قلبي؟ طب يا ريت قبل ما انت تفوتي وتفشي قلبك روحي على الغرفه قولي انا هلا قايمه مثلا بدي اعمل له عقوبه ولا بدي اعمل له شيء شغله لابني او لزوجي او انا حقول له انا ما عاد اقدر اعيش معك، روحي عدي بالغرفة بس 10 دقائق، ما حأطلب منك غير تعدي بغرفتك 10 دقائق، لأنه كتير رسائل انكتبت على الواتس وانمحت وكتير كلمات كانت مكتوبة وانمسحت وبعدين انقالت الحمد لله اللي ما بعدتها، وقالت تاني يوم الحمد لله اللي ما قلت له هيك وقلت له هيك شو كان صار. فكتير كلمات محذوفة وكلمات مكتوبة يمكن بالحبر السري بين الأحرف، هي بحاجة كانت تنقال بس ما انقالت وانضبطت. أنا ما عم أقول كبتوا، أنا عم أقول ضبطوا. موضوع الضبط لما أنا بقول وبقرر أني أجل حالتي الانفعالية تبع الغضب تبعي اللي نحن بحكم ظروفنا يومياً نحن بحالة شحن انفعالي، يومياً بحالة أنا إذا ما في مواصلات بشحن انفعالي، أنا ما أمنت اليوم الأساسيات تبع البيت اللي هي قائمة عليها كل احتياجاتنا اليومية، أنا بكون عم عيش بضغط. هذا الشيء إذا أنا بدي أعرف تماماً هذا الضغط اللي أنا عم عيشه، هل أنا إذا رحت وتفششت حتنحل؟ لا، فمعناتها بحاجة أضبط هذا الانفعال بإني أبقى لحالي. ونحن بوقت صرنا بحاجة المرأة حتى أكثر من الرجل تقول لهم خلوني شوي أول ما أوصل من البيت. كانت بالأول الأم أول ما توصل من البيت ما عندها مشكلة يهجموا عليها أولادها ويا ماما وكذا وإيه وتسمع حديث، هي أول ما تسمع صارت كلمتين تقول لهم خلص ضوشتوا راسي، لسه هلأ فاتت على البيت تقول لهم ضوشتوا راسي. فالفكرة شو؟ انه انا بحاجه تفهموا اولادي اني انا اول ما افوت على البيت او انا لما اكون ضايجه شوفوني قاعده شوي لحالي بالغرفه اتركوني انا شوي حاهدى واطلع، احسن ما تعيشي بدوامه التانيب الضمير اللي صدقيني حتضلي عايشه فيها يوميا هي العجله يوميا 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 وما حتصيري ولا تطلعي منها الا بجلد ذات اقوى واكثر. فنحن هون نصيحتنا للمراه رقم واحد هي كونها الاكثر تحملا بعتقد أنا بالحياة الزوجية والأكثر نضجاً على قيادتها، يعني هذا رأي شخصي عشان ما هو يعمم. الكون هي الأكثر نضجاً، هي بتعرف كيف تقود الحياة الزوجية وبتعرف تضبط انفعالاتها داخلها وبتعرف كيف تأجل انفعالها شوي. طيب طيب هبة، ببداية الحديث كنتي عم تقولي أو عم تنصحي الفتيات ما تتزوجوا لتعرفوا ليش بتكون تتزوجوا. كثير بنشوف على السوشيال ميديا البنات عن جد بحالة ضياع، تلاقي وحده نشرت بجروبات انه صار بيني وبين هذا الشخص هيك شو رايكم؟ استشارات انت بتقري بتقولي اوف نحن لهون واصلين يعني ما قدرانه تاخذ ولا اي قرار، فكيف بدك اياها تاخذ قرار بالزواج؟ هون كيف يعني كيف بدها تتعامل يعني البنت او كيف بدها هي عن جد تعرف كيف بدها؟ كيف بدها تعرف هذا الشخص اللي قدامها اذا هو مناسب لها للزواج ولا لا؟ تماما تماما، سؤال كثير ذكي وحلو. الفكرة بإني أعرف الشخص اللي قدامي لا تشوفي بالحالات الرواء. أنا دائما بنصحهم قبل الزواج أنا بإلا استفزيه وعصبي، استفزيه وخليه يغضب. لما بتشوفيه غضب هو سيطرته على الوعي كلياتها بلشت تنزل، فاللاوعي اللي حيعيش معاكي اللاوعي هو اللي عنده باطنه تقولي ولي أنا ما كنت شايفته هيك، أنا أول مرة عم بتعرف عليه، أنا ما كنت متخيلته لهالدرجة هيك إنسان، أنا كان بيورجيني الوش الحلو بالخطبة، كان بيورجيني الوش يا الله وين الورد وين الأغاني وين المدري شو. أنت بحاجة إنك تخليه يغضب لحتى تشوفي الوش الثاني تبعه. نحن ما بيكفي إنك تشوفي بحالة الرواء، بدي اياك تشوفيه بحاله الانفعال العاليه لحتى تشوفيه بحاله الانفعال العاليه. هو بسكر موبايله وما بقى يصير بده يحكي معي، ولا هو بيستمتع بفصلك كل ما دقيتي، ولما بعدين بيرد عليكي بيقول لك معلش انا مشان تتعذبي مشان تعرفي بقيمتي. هذا الشخص معناته انت وين فايته؟ وعم ربيكي عم بعطيكي درس. تمام، عم بعطيكي درس خليكي تعرفي لما انا بدي اقول لك تردي. بتصيري انت عايشه بحاله تجند انه انا هذا اذا دق ولي اذا ما رديت هلا عندي عقوبه شي اسبوع زمان، بده يصير يفصلني يطلع ما يخبرني يروح لمكانه ما اعرف وينه ويتركني ضمن خيالاتي وضمن شكوكي. فهذا شخص عم يعيش معك دور الابتزاز العاطفي، هذا شخص عم يشحن حاله من ضعفك،
هذا الشخص عم يعيش معاكي لحتى يوصل لدرجة انه انا ممكن اقوى لما اشوفك انت بحاجتي. فانت هون بدك تعملي كنترول لقلبك وتتحكمي وتضربي فرام. ودائما نقاط الضعف يمكن ما لازم نظهرها لمين ما كان. بحس نقطة ضعفك هي خاصة فيك. لا اختك لا رفيقتك ولا زوجك ولا حدا ابدا. هيبا خلينا ننتقل الى الابناء. اليوم عم نشوف يمكن هيك مرق مرور الكرام انه انت بقلبك ضميرك بس ينام وانه اليوم اسفه ضربتك، ولكن الام دائما او الاهل بشكل عام ما عم يقدروا يحققوا متطلبات الابناء من موبايلات جديده، من لبس جديد، من كثير حتى مشتريات يمكن من التشيبسات وهيك، بيحقق او توازن مع باقي اصدقائهم. يمكن في حالات هي ما قدراني انها تعطي. اليوم نحن عم يكون هذا ستريس وضغط علينا اكثر، عم نبخل بعواطفنا لابنائنا. خلينا نركز على نقطه اعطاء العاطفه. قديش هي اهم من المال وقديش هي اهم من الماده وقديش هي بتبني شخصيه متوازنه للاطفال. للاسف اعطاء العاطفه للطفل عم تصير علنا. يعني شفت ماما كيف انا بحبك، هذا الحب اللي عم بعطيك اياه اهم من مال الدنيا. هو بقلبه عم يقول لا والله اذا بتجيبي لي موبايل اهم لي من هالحضن. ليه؟ لانه دائما الحب اللي عم تعطيه الام او الاب مع عمم بس بغالب الاوقات عم يكون من نيه. من نيه من نيه. عملت لك، ربيتك، سويت لك، قدمت لك، انا تحملت مشانك، قمت تماما قطعت عن حالي وجبت لك اخر شيء معاق عليك. الحق بنت خالد بتقولي شو ممكن الام يعني تقول او تخبره، حتى بنشوف سكتشات عم يعملوها ككوميديا انه اي حدا بتقول هيك الام ولا هيك بده يقول الاب. بشو نحن بالتمام بدنا نعطي؟ انا بدي اعطي طفلي لما بدي اشوف احتياجه. ما بكفي تعطيه لانك انت شايفه احتياجك. يعني بتقولي انا لما كنت صغيره انا كنت بتمنى لو بابا بيتم يضمني، انا كنت بتمنى لو ماما تتم تحطني بحضنها، لما كنت صغيره كنت بتمنى ماما تنام جنبي بالتخت، كنت بتمنى ابي ياخذني مشوار نطلع انا وياه لحالنا. شايفه هدول الاشياء؟ هدول انت بتتمنيهم، ولكن احتياج طفلك شيء مغاير. يمكن ابنك بحب يوم من الايام بضمن الاسره هو اليوم اللي يقود الاسره، يقول لك اي شيء بدكم اياه خبروني، انا اليوم بعطيكم مثلا المصروف، او انا اليوم بعطيكم، يكون هو مسؤول اقتصادي ضمن المنزل. يمكن بهذا اليوم طفلتك هي اللي حابه تطعميكم من ايديها، فخليها تتريس، خليها هي تصير الريسه ضمن البيت، وهي اليوم تطعميكم يا ستي وتحط سكر بالرز اليوم بدل الملح، ما في مشكله، بعينكم الله على هالاكله وناكل شيء مره مثل الصين. في اشياء بحاجة طفلي أكثر ما أنا بقدر احتياجه. أما نحن بنقول بدي أعطي طفلي أو ابني بدي إياه يكمل الشيء اللي أنا ما كملته، هذا أكبر ظلم للطفل وأكبر ظلم للابن. لما تقولي أني أنا بدي ابني أو بنتي يكملوا الشيء اللي أنا ما قدرت أعمله، أنت عم تكملي أحلامك، عم تكملي باقي شخصيتك بأبنائك اللي هن يمكن يكونوا مغايرين تماما حتى عن خطك. حتعتقدي أنت لاحقين الدال ولاحقين الميم ولاحقين الألف اللي قبل الاسم. دائما هدول الألقاب اللي بعتقد إن هن اللي بيعطوا مكانة واحترام لطفلي لما بده يكون موجود، وليس عقله وليس إنسانيته. هلا حتقولي لي أنت حتعلمي ابنك هذا الشيء، بس نحن بمجتمع مو بكل هذا الناس بتطلع على هالإنسانية. تأكدي كل شخص على فطرته بيحترم إنسانية اللي قدامه بغض النظر عن الديانة، عن التوجه الجغرافي أو المكان الجغرافي أو حتى عن التوجهات الفكرية. بيحترم إنسانيته لما أنا بحترم. هلأ أنتوا عم تسمعوني، أنا بحترم هذا الأنصات. هلأ المشاهدين عم يسمعوا عم يتقبلوا اختلاف وجهة نظري عنهم، أنا بحترم هذا الاختلاف. فنحن بدنا نقول لأبنائنا احترموا اختلاف الآخرين عنكم، بنفس الوقت بحثوا عن شيء المشترك بيناتكم، ولو بدكم توصلوا للشيء المشترك هو إنسانيتكم معهم. أنت ماما معك ألمين رصاص، ممكن أنت تعطي رفيقك بقلب المدرسة ألم يكتب فيه، نعم. ولكن بهذا الشيء أنت تكون شاركته، ولكن بنفس الوقت يمكن تلاقيه معه أكثر أو معه شيء ثاني، مو بالتالي ولا بالضرورة هو يبادلك نفس الشيء. يعني بالختام الحديث يطول عن موضوع العلاقات الزوجية والاختلافات يلي بتكون. بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. الاستشارة الأسرية هبة عرنوس. شكرا كثير لكم. شكرا.
شكرا كثير لك، بدنا نتمنى اكيد الراحه والامان والنجاح لكل الحياه الناس والحياه الزوجيه خاصه. اما هلا خلينا نروح ونتعرف مشاهدينا على فوائد القراءه. للقراءة فوائد عديدة أهمها: تحفيز الدماغ. القراءة تؤثر على صحة الدماغ، ومن شأنها أن تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف مع التقدم بالعمر، حيث تساعد في تنشيط الدماغ ما يمنع فقدانه للطاقة وإصابته بالكسل. التخفيف من التوتر. خلال حياتنا اليومية يتعرض الإنسان إلى الكثير من التوتر، وهذا الأمر يؤثر بدوره على صحة الإنسان ككل، لكن وجد أن للقراءة أثراً في تخفيف التوتر والتخلص منه. زيادة المعرفة. كل معلومة يتم قراءتها يتم حفظها في الدماغ، وهذه المعلومة قد يحتاجها القارئ في يوم من الأيام. تعمل القراءة بشكل أساسي على زيادة المعرفة والمعلومات، ما يسلح الشخص بالعلم اللازم. تقوية الذاكرة. عندما يتم قراءة كتاب ما، يتم تذكر بعض الأحداث التي ترتبط ببعضها، الأمر الذي يساعد في تقوية الذاكرة. تعزيز مهارات التفكير. ينطبق بشكل أساسي على قصص الألغاز، فهي تساعد في التفكير من أجل حل اللغز ومتابعة الأحداث، والقيام بمثل هذا الأمر من شأنه أن يساعد في تعزيز مهارات التفكير ويفتح الآفاق بشكل أكبر. أكيد متابعينا بصباحنا، ووصلنا إلى فقرتنا التالية، ورح ننتقل إلى حمص، ورح نستقبل عبر الهاتف الأستاذ وليد مرعي مدير تربية حمص، ورح نطرح عليه مجموعة من الأسئلة والمواضيع، وخلينا نحكي أكثر عن فائدة التجمعات التربوية في ريف حمص وغيرها من الأسئلة واستفسارات المواطنين في حمص وريف حمص. أستاذ وليد صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك استاذ وليد، واهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن موضوع فائض التجمعات التربويه بريف حمص، وخلينا نحكي عن المشكله الابرز، هو مجمع تلكلخ. كيف تم علاج هاي المشكله هناك؟ بدايه ما زالت المشكله لم تحل، ولكن نقوم بمجموعه من الاجراءات ان شاء الله بكون الحل يرضي الجميع. طبعا بالنسبه لمجمع تلكلخ كان عدد المتقدمين من كل الاختصاصات عدد كبير جدا. نعم. فتم وكان فيه شواغر، تم تعبئه الشواغر من خلال الدفعه الاولى والثانيه. والدفعه الثالثه تقريبا كانت فائضه، يعني تم ترميم الشواغر المتبقيه بعدما تم تحديد مركز عمل لمجموعه من الزملاء. تم بعد تعبئه الشواغر مكانهم، بقي عندنا مجموعه من الفائض. هذا الفائض طبعا سنقوم بحل هذه المشكله بما ترضي الجميع وتعزز عمليه توطين التعليم. نعم استاذ وليد، يعني نحن خلينا نحكي هيك ونركز اليوم، وين وصلتوا باخذ القرارات، وخصوصا بظل الظروف المناخيه الصعبه والانخفاضات الجويه والاجور المرتفعه للنقل والمواصلات بين المدينه والريف او بين الريف والريف بما يخص المعلمين؟ نحن نقوم بشتى الوسائل، كل زميل أو زميلة تتقدم بطلب نقل ونلاحظ أنه مقبول ويمكن أن يحقق رغبته نقوم بتلبية الطلب. وتم نقل كثير من الزملاء بين المجمعات التربوية حسب رغبتهم، مثل كما قلنا من أجل عملية توطين التعليم. بالنسبة للفائض الموجود في تلكلخ أعدكم بحله بأقصى سرعة خلال
أقل من أسبوع. وبما يرضي الجميع إن شاء الله، ما رح نحكي أكثر من هيك، خليها لحتى تطلع النتيجة وقتها بيكون يعني كل شيء قيد الدراسة وقيد الاستماع. نعم لدى نعم. المشاكل إن كان من جهة الطلاب وإن كان من جهة المعلمين. نعم نعم نعم. سيد وليد، بموضوع مجمع تل كلخ، في مخاوف عند بعض المدرسين. نعم. من موضوع نقل المدرسين من غرب حمص إلى شرق حمص، رح يكون في هيك إجراء؟ كان مقترح من بين المقترحات، مقترح ولم ينفذ بعد، كان مقترح فقط لا غير، وهناك مقترحات أخرى إن شاء الله تكون أفضل منه. نعم. أستاذ وليد، دائما يمكن بمسابقات التربية بيطلع فرز المعلمين بمناطق أو أرياء، إذا كانوا بالمدينة بالريف و... وخاصة يمكن المناطق غير مناطق كليا، يعني إذا ريف غير ريف. خلينا نحكي اليوم عن هاي الاستثناءات، خلينا نحكي اليوم عن العقود. هل في مباشرات جديدة عم تقوم؟ هل في مسابقات جديدة عم تعطي هاي الفرصة إلى المعلمين بحسب طبعا المنطقة وبحسب مراعاة الظروف يلي عملية عم تمرق فيها كل سوريا عم نمرق فيها؟ العزيزة، عمليا تم تعيين المتسابقين كل حسب رغبته، فكانت عملية توطين التعليم من خلال تعيين في المجمعات التي طلبوها، فالفائض من مجمع تل كلخ هم الذين طلبوا، ولكن صار عندنا فائض كتير كبير لأن عدد المتقدمين كبير جدا. تم استيعاب الدفعة الأولى والثانية في المجمع كما أرادوا. نحن وقت بيقولوا بيسجلوا بتل كلخ، معناته هني ساكنين بتل كلخ، وبالتالي نحن لنا الحق أن نعينهم في أي مدرسة بتل كلخ، من أجل يعني بحيث ما يكون عندنا ولا شعب صفية شاغرة، وتم ذلك. ولكن الفائض مثل ما قلت لك أختي العزيزة، نحن بدنا نحاول يكون شيء يخدم التربية ويخدم يعني يخدم العملية التعليمية ويخدم زملائنا المعلمين في ظل هذه الأزمة. نعم. أستاذ، خلينا نحكي كمان عن موضوع، هل يحق للعسكري اليوم بالتقدم بالنقل لأقرب مركز تعليمي بالنسبة لسكنه؟ نعم. بالنسبة للأخوة العسكريين طبعا نحاول بشتى الوسائل تقريبا إلى أقرب منطقة سكنية أو أقرب منطقة تعليمية لسكنهم، ونستقبل كل الطلبات. وبشكل عام استطعنا أن نؤمن كل طلب تقدم من الأخوة العسكريين أن نحقق له رغبته. نعم. وما زلنا هلا لحد الآن من إذا حدا من الزملاء بشوف أو يمكن أن نساعده، مستعدين للمساعدة. تمام. أستاذ وليد، يعني بالمختصر، دائما هناك دراسة لكل الظروف، وبدنا نكون قلوبنا على بعض ونكون مع بعض لحتى ننجح بأي خطوة عم نكون فيها. ولكن خلينا نتطرق إلى الفصل الدراسي الجديد، إن شاء الله بينعاد عليكم وعلى كل الناس بالخير يا رب. فصل دراسي جديد، تحضيرات جديدة، ظروف صعبة من تأمين يمكن مواد للتدفئة، من مواصلات، من وضع معيشي صعب على كل الناس. اليوم التربية بحمص، شو هي تحضيراتها؟ شو هي الاستثناءات؟ كيف عم نراعي الظروف؟ كيف عم نراعي ظروف الطلاب يلي هن ما قادرين يتنقلوا من مكان إلى مكان؟ كيف عم نعوض على المدرسين الحصص يلي عم يقصروا فيها؟ عمليا بالنسبة للطلاب، كل طالب مسجل في المدرسة، أقرب مدرسة إلى بيته، يعني معظم الطلاب لا 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 يستخدمون النقل لأن معظمهم في مناطقهم السكنية. نعم. مدارسنا الحمد لله متوفرة في كل المناطق على كامل جغرافية المحافظة، وبالتالي بالنسبة للطلاب محلولة أنه لا يستخدمون وساطة النقل. بالنسبة للتدفئة، تم تعبئة التدفئة المازوت بالنسبة لكافة المدارس، وما زال حسب توفر المادة، والآن نقوم بتوزيع الدفعة الثانية. نعم. يعني الدفعة الأولى وصلت لكل مدارس المحافظة، والآن يعني أيام معدودة يعني أو تقريبا شبه انتهينا من إيصال الدفعة الثانية إلى المدارس.
تمام. بالختام خلينا نعطي ملخص سيد وليد بالقرارات اللي راح تطلع، او اذا وصلتوا لمقترحات حلول راح تكون هي بشرى خير للمدرسين بحمص بما يخص التجمعات التربويه، تحديد مراكز العمل، اي شيء بتحب تذكره بالختام. ان شاء الله ان شاء الله كله بده يكون رضيان، خلال نهايه الاسبوع بتكون الامور كلها محدوده ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد استاذ وليد مرعي مدير تربيه حمص، نحن بدنا نتشكرك كثير، بدنا نتشكر يمكن يعني من وقتك اللي اعطيتنا اياه لتوضيح بعض المعلومات حول التجمعات في مدينه تل كلخ وحول العام الدراسي الجديد. نتمنى لكم سنه منيحه يا رب على الكل وظروف تكون خفيفه. شكرا كثير لجهودكم. شكرا لك استاذ وليد. أما هلأ مشاهدينا خلونا ننتقل من حمص لحما وتحديدا إلى مصياف بالتقرير التالي مع مراسلنا علي شحود. قلعة مصياف إحدى أجمل الأوابد الأثرية بحما، ورد تاريخ بنائها لعام 44 قبل الميلاد إلى الفترة الرومانية كحصن عسكري، وتعاقب عليها البيزنطيين واتخذوها كقاعدة وحصن لهم. وفي العصر الإسلامي سيطر عليها الطولونيين ثم الحمدانيون، ومن ثم انتقلت للفاطميين عام 1029 ميلادي، واستولى عليها المغول، ومن ثم عادت للعرب المسلمون، وبلغت أوج شهرتها في عهد الأمير سنان راشد الدين، حيث شيد القصر والحصون المنيعة والمتاريس لحمايتها، واستمرت دولته 129 عاما. وتتربع القلعة على هضبة صخرية بطول 180 متر وبعرض 70 متر وبارتفاع بلغ 35 مترا، وتتكون من حصن داخلي توزعت في زواياه أبراج مستطيلة تتوسطه باحة سماوية، ويحيط بالحصن الداخلي سور خارجي يحيط بأطرافها. بني على الطراز الإسلامي للقلاع، وتتشكل القلعة من 6 طبقات مختلفة. ويزنر القلعة سور دفاعي ما زالت معظم أجزائه موجودة من الجهة الشرقية، أما بقية الاتجاهات فقد اختلط فيها مع البناء، وله أبواب ارتبطت تسميتها بالاتجاهات الأربعة، لم يبق منها سوى باب واحد ما زال يحتفظ بشكله. قلعة مصياف دليل على عراقة وأصالة البناء السوري، وشاهد آخر على تاريخ أقدم أرض عرفها الإنسان العاقل سوريا. للأخبارية السورية علي شحود، حما. أكيد متابعين نيرمين، ووصلنا صحيح إلى فقرتنا الأخيرة من بعد المناظر الطبيعية. يمكن تمنينا نكون يلا هلا بس لتصيف شوي الدنيا، أكيد ما في أحلى من سوريا ومناطق سوريا وتخفف ضغوطات الحياة. يمكن هيك الله يبعث الخير لسوريا وأبناء سوريا إن شاء الله يا رب، وتكون الأيام الجاية أحلى ليا. وصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا غير، ورح نحكي فيها عن مصطلح الهدف الذكي وأهمية التخطيط بحياتنا والفرق بين كل من الرؤية والبعد والتخطيط وغيرها من الأمور. أكيد بيسعدنا أن نرحب بالأستاذ زينة تلي طويل، خبيرة نظم إدارة الجودة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يمكن كل إنسان بده يحط هدف بحياته هو يعتبر إنسان ذكي، وخاصة يمكن بالظروف اللي عم نمرق فيها، لأنه ما في شيء يمكن كتير سهل انك تحصلي عليه. اليوم الهدف الذكي، التفكير الذكي بوضع الاسس الصحيحة ببناء الشخصية، الاهداف، الارادة لحتى يمكن تتنظم حياتنا بشكل صحيح. خلينا هيك نتطرق بوضع الاهداف الذكية. اول شيء صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. نحن فكرة الهدف، اول شيء الهدف هو نتيجة منريد انه نحققها ونحصل عليها. الهدف ليكون هدف ذكي، ما اجى كلمة ذكي اعتباطية، لا، هي عبارة عن هدف ذكي انه معناه سمارت. فسمارت هي كأحرف
لازم أول شيء يكون الهدف محدد من حيث الخطوات التنفيذ تبعه. لازم يكون كمان أنه هذا الهدف قابل للقياس measurable، طبعا قابل للقياس بخطواته. أنا لما بدي أحط أي هدف أضطره بإطار خطة صحيحة، فبالمقابل أنا لازم أعطيه خطوات تنفيذ أقدر نسبة تحقيق وإنجاز كل خطوة من خطوات الهدف اللي حاططه. بعدين لازم يكون هذا الهدف ليكون ناجح واقعي وقابل للتحقيق، يعني أقدر حطه كمصطلح أنه حققه بالمستقبل، سواء كنت أنا كشخص حابب حط هذا الهدف أو كمنشأة، سواء كانت صناعية أو منشأة خدمية أو على صعيد فردي مثل ما تفضلتي كشخصية أنه أنا حاطة هذا الهدف لحققه بالفترة القادمة. بالإضافة حط إطار زمني، إذا ما حطيته كإطار زمني شوف أنا بكل خطوة من خطوات الهدف وين أنا صرت فيه، فما بقدر أنه أنا أقدر أقيسه بالمقابل مع الفترة الزمنية اللي هي للتحقيق. تمام. خلينا نحكي عن الأهداف، في أهداف بيقولوا قصيرة المدى، متوسطة المدى وطويلة المدى. كيف فينا نعرف يعني نحدد الهدف ونحدد المدة الزمنية المناسبة له؟ على أي أساس بيتم تحديد المعيار الزمني لكل هدف؟ تمام. هذا السؤال اللي سألتني قبل شوي، اللي هي فرق بين الهدف البعد والرؤية اللي هو الفيجن. كل شيء هدف بعيد المدى نقدر نقول أنه هو عبارة عن فيجن، رؤية مستقبلية، وتربط دائما بالسياسة اللي نحن حاطينها سواء للمنشأة أو سياسة مثلا نظام حاططيه بالبيت تبعك، بتحطي أنت رؤية مستقبلية بعيدة المدى. بينما الأهداف اللي هي قصيرة المدى اللي عم نحكي عنها دائما منقطرة بخطة لازم ندعمها بموارد، هالموارد لازم تكون مادية، موارد بشرية، موارد داعمة حتى نفسية، يعني أنا قدران حقق خطوات هذا الهدف ببعض الأمور ادعمها بالموارد الخاصة فيها، مثل ما قلت لك الموارد البشرية المادية لأقدر أنا أحققه. وهذا الفرق بين البعد والرؤية والهدف. الهدف إجمالا بتكون قصيرة المدى، ما فترة طويلة من حتى ممكن 6 أشهر ممكن سنة، ومنقسمها لخطوات تنفيذ هذا الهدف. تمام. نحن عنا عملية التخطيط بالبداية مثل ما ذكرنا من شوي لوضع الأهداف وليش بدنا نوضع الأهداف وما هي الأبعاد، ولكن يعني هلأ عم نمرق بظروف مو بإيدنا، عم يصير ثغرات عم تحبط هي يعني عم تحبط بالبداية النفسية الإرادة، التخطيط عم يتضعضع لأنه ما عاد فينا نوصل للهدف اللي حاطين له، إن كنا شركة وإن كنا أهداف. كيف فينا نتأقلم مع شوي نتأقلم خلينا نحكي مع الظروف المحيطة فينا، مع العقوبات المفروضة إن كان بسيستمات عالمية نحن ما كتير منفتحين أو ما في شيء بإيدنا هيك على بارد المستريح، كل شيء فيه له عناء وصعوبات؟ تمام. أي خطة لنقدر نحطها بشكل صحيح لازم يكون في لها شروط. الشروط الأساسية هي المرونة اللي عم تحكي عنها تفضلتي. إذا ما كان عندي مرونة أقدر أنا أغير بمواردي المادية أو البشرية أو حتى النفسية، فهالخطة ما بتعطيني التوازن المناسب. عندك الخطة اللي تكون قدران أنا تكون واقعية لازم تكون فيها مرونة معينة، يعني بالنهاية إذا أنا ما قدرت أمن الموارد المادية خطوة من خطوات تحقيق الهدف بقدر أنا أعمل changing لها، أقدر غيرها بدلها بخطوة مناسبة بتناسب وضعي كموارد، هي واحد، وبتناسب الوضع اللي لنا الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. هي من ناحية لازم يكون فيها الخطة لما أوضعها يكون فيها شمولية، يعني لما بيحط، وهي طبعا بيكون خبير تخطيط، لما بيكون شخص على الخبرة بيصير بيقدر يحط الهدف عنده بينظر لشمولية وضع هذا الهدف بكل خطوات تنفيذه. يعني أنا لما بدي حط، لنفرض نحن هلأ بالشهادات فصل ثاني كنا عم نحكي عنه، عندي شهادة بروفي مثلا تاسع أو عندي البكالوريا، لما بدي حط أنا الهدف لتحقيقه بهالفترة لاحظتي فترة الانقطاع اللي صارت عنا، يمكن تطول ما تطول، ممكن نحن نداوم ما بنعرف شو الظروف،
هون بيصير عنا خبرة أنه أنا بدل هذا الموضوع، خطوة التنفيذ تبعي غيرها بما يتناسب مع الظروف اللي هي صعبة اللي عم نمرق فيها، فهذا كتير مهم. مما يحقق التوازن، إذا أنا حققت التوازن اللي هي عبارة عن نعتبر أنه الخطة هي عملية وضع، ففيها مدخلات وفيها مخرجات. المدخلات تبعي اللي هي مثل ما قلت لك دعمها بالموارد المناسبة. إذا أنا لوصل لعملية صحيحة بمخرجاتها، عم بعطي مصطلحات معلش بالجودة بالنهاية، فأنا لازم أقدر أعمل عملية تغيير بالمدخلات تبعها. إذا قدرت أغير ببعض الموارد المادية بظروف صعبة، أعمل توازن ومرونة فيها، فبوصل للمخرجات الصحيحة. فبالتالي نحن التخطيط ما سهل، بس بده يكون فيه له خبرة، لأنه الشخص بالنهاية بيكره كل شيء بيجهله أو بيعطي إطار أو تأطير التخطيط والمسؤوليات والصلاحيات. بينما إذا أنت حطيتي كل خطوة وحطيتي شو موارده ومين مسؤول عنها، نوعا ما بتبلشي تمشي فيها. وهذا التخطيط البسيط نحن اللي منبلش فيه، منقول لهم حطوا هدف بسيط، أسمي لخطوات، شوفي مين المسؤول عنه، شو الموارد الداعمة لهالخطوات، تقدري توصلي بالنهاية للمخرج الصحيح أو بنقدر نقول تحقيق الهدف، وتقدري تقيسي طبعا مقارنة بالنسبة للزمن أو الفترة الزمنية اللي حاططيها لإله. نعم، بلاقي كثير اشخاص وخصوصا ببدايه العام بيحطوا لستة من الاهداف بحبوا يحققوها، وللاسف في كثير منهم ما بيوصلوا لاخر السنه، بيعملوا جرد انا حققت هيك ما حققت هيك. شو السبب برايك انه ما بتتحقق معهم الاهداف؟ يا ترى هنن ما بيتابعوها صح، او مثل ما ذكرتي حضرتك ما عم يقسموها لفترات معينه، ولا حاطين أهداف يمكن توقيت الزمني غلط؟ يعني هنا مقدرين المدى الزمني لكل هدف، تحقيقه بشكل خاطئ. أول فكرة بوضع الهدف هو أنا أعرف قدراتي بتحقيق الهدف. إذا ما قدرت أنا أعرف شو القدرات تبعي، وهي أحد الموارد الهامة اللي هي الموارد النفسية والمادية، ما بقدر حقق الهدف. هي واحد. ثانيا تقسيم الهدف كتير مهم. أنا بدي لنفرض حقق هدف معين، ناخذ شيء ميداني لنفرض مثل ما كنا عم نحكي اجتياز الشهادة التاسع أو البكالوريا لنفرض، هي من وحي الواقع تبعنا. طيب إذا أنت ما حطيتي برنامج دراسي صحيح، وهي خطوة أولى بالنسبة لتحقيق الهدف تبعك، خلص أنا درست بشكل عشوائي بدون تخطيط وبرنامج زمني صحيح. والمهم اللي حكيتي فيه اللي هو أنا قيم خطوة تحقيق الهدف طبعا، يعني أنا إذا ما تابعت الخطوة تركته مثل ما بيقولوا opening، فبالنهاية الهدف المفتوح مثل ما بيقولوا هذا غلط. إذا ما عملت له إطار وأغلقته بهدف سمارت مثل ما حكينا، وحطيته بالخطة الصحيحة وتابعته بحيث أنه أنا بشوف كل خطوة وين أنا نفذت، هي واحد. ثاني شغلة، ما بيصير أنا أوصل لمرحلة الإحباط. يعني أنا لما بحط خطوة هدف وما قدرت أحققه، لأن ظروفنا بتكون أحيانا صعبة، اعملي دغري الخطة البديلة. يعني دغري أنا بقدر أعمل تشينجينج لهالخطوة بخطوة مناسبة، ممكن تكون أقل بالموارد أو أقل لنفرض بالتكاليف، بس عملت عملية سبور دعم لخطوة الهدف السابقة. وما بيمنع أبدا أنه لما أنا لاقي حالي ماني قدرانة حقق خطوة أجلها، معلش بنتقل للخطوة الثانية الداعمة وببدأ بعملية التنفيذ تبعها. المهم دوما بوضع الخطة ما بصير استسلم، هي واحد. ثانيا ما بصير ما اعمل عمليه قياس وايفاليوشن تقييم، لازم دائما تقيمي كل خطوه من خطوات الهدف انا وين بهالخطه. تقييم بعد قديش بيجي؟ طبعا حسب الفتره الزمنيه اللي انت مقسمتيها. يعني اذا قصير المدى والنفرض، قصير لنفرض احنا حاطينه كثلاث اشهر، بشوف خطوات التنفيذ تبعي، ممكن انا حاطه كل خطوه من الخطوات 20 يوم 15 يوم. يعني فعليا انا اذا حاطه 15 يوم قبل بخمس ست ايام من انتهاء هالخطوه، لازم راجع حالي انا وين صرت، ولازم احط برسنتج انه انا النسبه اللي حققتها بالنسبه لهالخطوه وين صرت فيها. اولا هل يا ترى بدي عمليه دعم سريعه، مسانده مثل ما بنقول سبور لهذا الموضوع؟ لا، معي لسه فتره خمس ايام، ممكن انا اكون محققه 80% بس ممكن اوصل لل 100% اذا عملت عمليه سبور. نعم، يعني اليوم بالحياة بشكل عام، مين هن الأشخاص يلي بحاجة إلى هيدا التنظيم، إلى اللجوء إلى مختصين بمجال ضبط الإدارة، ضبط الأهداف، المساعدات؟ اليوم يمكن كل شخص فينا أكيد بيمتلك مقومات كتير كبيرة، بس في أشخاص ما بيعرفوا ينظموها، وبالمقابل في شركات كمان بتمتلك
تمتلك قدرات بالعاملين ولكن لا تمتلك الإدارة الصحيحة بتوزيع العمل. اليوم خلينا نقول مثل ريموت كنترول في شخص لازم هو يكون مساعد لأنه بعض الأحيان ما قادرين نحن ننفذ هاي الخطوات. أيمت نحن نقول لازم نلجأ لشخص مختص؟ أيمت منقول في أشخاص مساعدين لازم نحن يعني ناخذ أفكار عامة بوضع الأهداف ومن بعدها يعني برأيك نحن وقت نفشل نلجأ للشخص ولا لا نلجأ للشخص لحتى ينظم لنا حياتنا؟ طبعا هلا عندك أول شيء أي منشأة سواء من شخصية فردية أو منشأة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة انبنت فضروري يكون في إلى سيستم يكون في إلى نظام. الأمور الداعمة للنظام أنه أنا قبل ما أوصل للفشل لأنه أنت بالنهاية حاطة موارد سواء كنت مثل ما قلت لك فردية أو كانت كمنشأة أو مؤسساتية أو منشآت بسيطة. فأنا إذا ما عملت عملية دعم فيها من الأساس بنظام رح لاقي حالي بلشت انطلاقة قوية كتير بعدين صار انحدار. فأنا دائما بقول لهم لا توصلوا حالكم لمرحلة الفشل بالهدف بوضع الهدف، لا ارجعوا لخبراء بهذا الموضوع. بنبني النظام حسب مواصفات معينة سواء مواصفات الجودة مثلا أو مواصفات إدارية خاصة بهذا الموضوع. بتلاقينا نحن كتير في منشآت بيلجأوا للاستشاريين مثل نحن اللي منقدم هالاستشارات. نبني لهم السيستم أول شيء، بعد ما نبني لهم السيستم منساوي لهم شغلة اسمها بناء الهدف الصحيح. ما بيصير مثل ما تفضلتي نوصل لمرحلة أنه أنا ماني قدران حقق الهدف. انت ما انك قدران تحقق هدف لانك ما درسته بالنهاية. لازم انا بيكون عندي طبعا اهداف هي اولويات، اولوية الهدف الاساسي بعدين باخذ الاهداف اللي هي بيكون ثانوية او بتجي بالمرحلة الثالثة. نعم. يعني بالختام نشكرك كثير على كل المعلومات يلي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله يا رب هيك دائما كل الاهداف والاماني محققة لكل متابعينا. شكرا لكم، نهاركم سعيد. نهارك حلو واكيد اكيد نتمنى الدفع لقلوب كل الناس وهالطقس والمنخفض نتجاوزه باقل اضرار ان كانت نفسيه وان كانت جسديه ومرضيه. انتبهوا كثير منيح على حالكم وان شاء الله يا رب الايام الجايه تكون احلى ونهارك حلو يا نرمين. نهارك احلى ليا وان شاء الله يا رب كل السوريين وين ما كانوا دائما يكونوا بالف خير وان شاء الله الايام الجديدة والقادمة تكون بيضة مثل التلج اللي عم نشوفه على جبال سوريا. تبقوا بألف خير. باي باي. باي باي. No.